سيادة اللواء محمد عز الدين، حضرتك من الطيارين اللي حاربوا في اكتوبر، عايز اعرف من حضرتك انتوا استعدتوا ازاي للضربة الجوية؟ الاستعداد بيبقى بالتدريب طبعا، كل اسراب القوات الجوية كانت تعد للحرب بالتدريب المستمر المتواصل على جميع أشكال القتال. هل فعلا الضربة الجوية كانت هي كل حرب أكتوبر؟ ده سؤالي الأول لحضرتك في النقطة دي. لا طبعا ما كانتش الضربة الجوية كلها، بس هي كانت جزء تمهيدي لحرب أكتوبر 73، لأن المفروض في الحرب عشان وحدات البرية تعبر المفروض إنه يتم إسكات جميع مراكز العمليات والسيطرة اللي ممكن إنها تعمل الاتصالات بتاعتها علشان تحرك القوات الإسرائيلية لمواجهة العبور اللي كان مخطط له. كانت الضربة الجوية بتسبق ده كله، ضربت جميع مراكز العمليات والسيطرة اللي موجودة في سيناء وسط وجنوب سيناء وجميع على جميع الجبهة الشرقية بتاعت القناة، وزائد ان القوات الخاصة عبرت ليلا يمكن يوم 5 اكتوبر، عطلت جميع الاجهزه والاليات اللي كانت معده انها تشعل خط القناه بالنابالم، فده كله ده تم تعطيله من يوم 5 اكتوبر بواسطه القوات الخاصه. ابرار في خلف قوت العدو حصل، فده كان تمهيد. لكن بالنسبه للمعركه القوات الجويه ما تنفعش لوحدها الضربه الجويه انها تحقق انتصار شامل. الضربه الجويه مهدت للعبور، لكن كوني ان انا احتل ارض المدرعات والمشاة لا بديل لها، هي معركه اسلحه مشتركه. احنا كنا بنحارب، كان الطياره الرئيسيه في الحرب المقاتله هي كانت الميج 21. تمام. وكان عنده ساعتها الفانتوم وكان عنده الميراج. في رأي بيقول إن عدم إعمار سيناء هو ده الخطر الحقيقي، إن سيناء طول ما هي فاضية هي مطمع لإسرائيل. حضرتك مع ولا ضد الرأي ده؟ أنا مع الرأي ده طبعا. أي منطقة يعني العدو الإسرائيلي لو كنت فتحت له القاهرة ما كانش هيخش القاهرة، وكان ممكن في 73 يخش السويس، وكان ممكن يخش الإسماعيلية، ما دخلش. إن الحرب الشوارع تختلف عن الحرب النظامية قدام جيش، ما يقدرش يخش. التعمير هو الحل الوحيد. الاستعمار دلوقتي بالجيوش بتاع ده نظرية قديمة جدا. إنما أنا لما أعمر والشباب بتاعي منطقة سيناء جميلة جدا، أنت أكيد رحت شرم الشيخ. تخيل عشان بس الناس تحس إحنا عملنا إيه في 73. انت بتنزل من نفق احمد حمدي وبتفضل ماشي لغايه شرم الشيخ، ولو نزلت على دهب ورجعت من دهب نزلت على نويبع، نزلت على طابا، وانا رجعت من الطريق الاوسط على القاهره. تخيل المساحه دي كلها كانت محتله. منطقه يعني انا بقول ان بلادنا فيها شواطئ وفيها مناطق من اجمل المناطق في العالم كلها. ناقصها ان احنا نعمرها ونهتم بالناس السكان المحليين الموجودين هناك. الحقيقه للاسف محدش يقدر يقول لا اهتمام بسينا بتاتا الا شرم الشيخ، وكانت لاسباب معينه كلنا عارفينها. دي مش شرم الشيخ بس، يعني سينا على امتدادها الواسع جنوبها وشمالها اهمال لازم. أنا من رأيي نعمل وزارة اسمها وزارة سيناء، وتوجه جميع دي كنز. لو الأجانب بيحسدونا لما بيروحوا وهي كده، فبتخيل بقى لما هذه الأرض الجميلة تعمر. يعني لو عمرناها عمر ما حد يقدر يجي. شكرا جدا لحضرتك، وبشكر سيادتك انك فتحت لي الفرصه للحوار ده. شكرا لحضرتك جدا جدا، ويا رب مصر خير. تمام، ما تخافش، مصر محبوسه يعني مهما راح.
احنا لينا طبيعه خاصه يعني. المصريين بيحبوا بلدهم جدا جدا ويحافظوا عليها بعينيهم. ده حقيقي. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا.